12 سنة يعني أو 10 سنين كمان يعني بغاوي الفن من زمان. وبعدين بقيت غاوية يعني حفظت أغنيتين اتنين في ليلة واحدة وأنا بعرفش أقرأ ولا أكتب. جاي أغني وأقول مواويل حبيبي أسمر لون النيل، جاي أغني وأقول مواويل حبيبي أسمر لون النيل، يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل، حتى السكات على شط وكلام. بقيت أشتغل عشان يعني أرعى والدتي ووالدي. جه والدي توفى يوم في 61، فجه الأستاذ زكريا الحجاوي ومعاها المرحومة خضر محمد خضر، جابوا تاكسي عدات وجولنا الشرقية عشان كان موعدنا إن شاء الله أنا هبعت لكم أوظفكم في الإيه في الثقافة الجماهيرية، ولم جميع الفنانين من طنطا ومن اسكندرية ومن مصر ومن الشرقية ومن الصعيد، كان فرقة كبيرة اسمها فرقة الفلاحين. اتخذتها كده قدادي من الخليج للمحيط على ما رأي ما بيقولوا، من بلاد عربية من بلاد أوروبية بالفن، والحمد لله كل حتة نروحها نرفع شأن من الفن الشعبي فن القاهرة. رجع زمان تاني كنت هغني برضه، لان انا بحب الغنى. الناس اللي سمعها صوت زمان كان غير النهارده، والفرقه تقعد بقى على الكنب مفيش مسرح ولا حاجه على الارض. قضيه الاهتمام بالفنون الشعبيه عامه وبالموسيقى الشعبيه قضيه فيها جوانب متعدده، بس أخطرها أعتقد هو النظرة الدونية التي ننظر لها دائما للفن الشعبي. هنقول كل اللي جاله الهوى ودمها فوق خده، مالك ومال الهوى لما انت مش جده. كل اللي جاله الهوى ودمها فوق خده، مالك ومال الهوى اما انت. بيشاع دايما في الاعلام انه الجمهور عايز كده، الجمهور عايز حاجه معينه، الشباب مش عايزين يسمعوا الحاجات دي. اعتقد ان تجربه مواويل وخاصه تجربه مواويل في مكان اثبتت العكس. حاجة ملاك شيحه عندها القدره ان تحرك الشباب، تحرك الجماهير من مختلف طوائف، مختلف الطبقات الاجتماعيه. كل ما هو مشهور هنا، الأغاني التجارية والأسماء البراقة والناس المشهورة، هم لا يساووا زيرو بالنسبة لبرا، لأن هم تقليد أهبل وسخيف لبرا. يعني كأنك جبتي أغنية غربي وركبنا لها حبة كلام عربي، يعني فهم مؤكد مش هيهتموا بده. هم بالعكس هيهتموا بجمالات شيحة وهيهتموا بالموسيقى الأصيلة، لأن ده الشيء اللي هم عايزين يعرفوه من المنطقة دي. أنا يعني كان ربنا مديني 5، 4 صبيان وبنت، واحد بقى راح عند ربنا والثلاثة موجودين والبنت، وكلهم بقى ما نسمع الله اتجوزهم ومخلفين، يعني معاهم أسر بتاع 30 حفيد. جمالات أول ألبوم نزل لها اللي هو كامل دانس، في اغنيه اسمها رسيني يا سعيد عذاب. النقاد في اوروبا انه شافوا جمالات كانها سارة فون. سارة فون دي مطربه جاز مشهوره جدا، يعني مكتوبه في التاريخ، يعني هم شايفين ان دي سارة فون بتاعه الشرق. ما انا في البيت بغني واحنا قاعدين، ف بيعجبني صوتي، ف بستخسر ان انا احرم الشعب واحرم مصر من فن الشعبي.